السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدث. موضوع حلقتنا لهذه الليلة مماطلات الحوثيين تسعى لتعطيل الحل السياسي في اليمن. تتعلق الأطراف السياسية في اليمن بدور الأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل النزاع، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها المتمردون من الميليشيات الحوثية وجيش المخلوع وتقدم قوات التحالف في المعركة العادلة لتحرير اليمن، وخطوات كبيرة في تحرير أيضا أجزاء كبيرة من المدن اليمنية وعودة الشرعية إلى عدن بعد قيام الرئيس اليمني وعدد من أعضاء الحكومة بالعودة هناك وممارسة النشاط السياسي باعتبارها عاصمة مؤقتة. إلا أن دور الأمم المتحدة يظل مرهون بموعد إعلان المشاورات المرتقبة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الذين ظلوا يماطلون لعدة أشهر، يشترطون في كل مرة يلتقون بها بالمبعوث الأممي ولد الشيخ شروطا جديدة، ولعل من أبرز المطالبة بعقد المشاورات القادمة في جنيف بهدف تأخير وتعطيل الحل السياسي، يهدف يمكن إلى كسب مزيد من الوقت، وفي الوقت أيضا ذاته يسعون إلى تعطيل الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دول التحالف من أجل الشعب اليمني. حول هذه القضية وقضايا الوضع الراهن في اليمن سيكون موضوع حلقة هذه الليلة. سيكون معنا الضيف حلقة الليلة، رحبوا معي بالأستاذ الدكتور نايف خالد الوقع، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية. الآن نتابع هذا التقرير ونعود لمواصلة الحديث. شن طيران التحالف العربي على مواقع الميليشيات غارات كثيفة بين الشريجة والراهدة جنوب تعز، فيما زادت ضراوة المعارك بين المقاومة والجيش الوطني القادمين من كرش ولحج وبين ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع، والأخيرة دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة، لكن طائرات التحالف دمرت معظم هذه التعزيزات وفق مصدر عسكري. طبعا هناك عزم أكيد وسعي حثيث من المقاومة ككل قادة وأفراد ممثلة بالمجلس على اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو اتجاه داخلي من خلال تعزيز منظومة الأمن وتطبيع الحياة وإعادة مؤسسات الدولة وتثبيت شرعية الرئيس والحكومة، والاتجاه الآخر هو الاتجاه الميداني من خلال تقدم لمناطق المحاصرة وفك حصارها. من جهة أخرى شنت ميليشيات الحوثي وصالح قصفا عنيفا على قرى ومناطق حزم العدين في إب على خلفية سيطرة المقاومة فيها على مواقع كانت بيد الميليشيا إثر مواجهات قتل فيها ثلاثة من قيادات الميليشيات. يبدو أن تذبذب المسار السياسي خصوصا في مسألة جنيف وما تلاه من تصريحات ومماطلة من قبل وفد الحوثيين وأيضا وفد صالح قد أدى إلى التأجيل أكثر في المسار العسكري وإلى تسخين الكثير من الجبهات، أمامها جبهة تعز التي ما زالت في عملية كر وفر إلى أن يتم اكتمال عملية نصر الحالمة. أما في شمال الضالع فتدور معارك عنيفة بين المقاومة وميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع في يعيس والعرفان ونجد القرين وجبل ناصة بين مريس ودمت، تمكنت المقاومة فيها من وقف محاولات الميليشيا شن هجوم كبير للتوغل في مريس، وتشن الميليشيات قصفا عشوائيا على قرى مريس سقط فيها قتيلان من المدنيين وعدد من الجرحى، وتحاول الميليشيا من قصفها بالأسلحة الثقيلة وفق مصدر قيادي في المقاومة الشعبية إلى إرباك المقاومة من خلال استهداف المدنيين، لكن ذلك حسب قوله يزيدهم إصرارا على كسر شوكة ميليشيات الإجرام وتطهير البلاد من شرها. بالرغم من تزايد الحديث عن قرب حل سياسي تبدو سخونة الميدان أكثر فصاحة بالتعبير عن الحل الأنجع باتجاه الحسم العسكري. صلاح العاقل لبرنامج الحدث عدن. أرحب بكم من جديد وأذكركم بموضوع الحلقة، مماطلات الحوثيين تسعى لتعطيل الحل السياسي في اليمن. وأكرر الترحيب بضيف الأستاذ الدكتور نايف خالد الوقاع، رئيس الدراسات الميدانية في كلية الملك خالد العسكرية. أستاذ الدكتور نايف مرحبا بك وأهلا، وخلينا نبدأ من حيث انتهى التقرير، مماطلات الانقلابيين نتائجها والحل، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي القناة السعودية أينما كانوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لولي أمرنا والنصر والتمكين لجنودنا أينما كانوا. أي حرب في العالم يكون لها أهداف، وأي قائد أو سياسي يخوض حربا ما إما يخوضها لرفع مظلمة أو لتحقيق مكاسب، ونجد أن هذا الشروط لا تنطبق على ما يقوم به الحوثي. الحوثي حقق مكاسب سياسية في قبل شن عاصفة الحزم كبيرة جدا، وأعطي ما لم يعطه أي سياسي يمني. في اليمن هناك أكثر من 30 حزب يمني، بعضها عمره عشرات السنين، أما جماعة الحوثي فلم تظهر إلا مؤخرا. ومع ذلك كان من مخرجات الحوار الوطني أن الحوثي يعطى مكاسب غير متوقعة بالنسبة له. لو كان أمر الحوثي بيده وكان قائدا سياسيا محنكا يتميز بالخبرة والحنكة لاستغل هذه الفرصة ووقع اتفاقية السلام، ولكنه أبى واستكبر واستمر بتهميش الحكومة بل وسجن أعضاء الحكومة واحتجاز الرئيس. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الرجل مجرد دمية تحركها قوى إقليمية أخرى لا تريد للشعب اليمني الشقيق الاستقرار. وبالتالي مماطلات الحوثي تأتي من هذا الباب، أنه مجرد أداة وليس بيده شيء. الآن هو يقاتل ليخسر، هو يتوقع أنه يستنزف، ما رأيك؟ هذه مقولة أعتقد أن أي إنسان عنده أدنى فهم بالمعلومات العسكرية لا يتوقف أمامها كثيرا. الاستنزاف يعني أن تقوم الدولة تسخر كامل قواتها المسلحة بفروعها الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي والاقتصاد والقطاعات المدنية كل الاقتصاد الوطني بالكامل تسخر في خدمة هذه الحرب. الآن الحرب التي نراها في اليمن لا تستنزف من قوات التحالف ولا 10% من قوة الدول، والحمد لله هناك تكاتف بين وواضح في بين دول التحالف، وهي تستخدم الحد الأدنى من القوة. أنا أقول لو استمرت الحرب 10 سنوات لن يفلح الحوثي بهذا المطلب، لأن القوات العربية المشتركة وقوات التحالف العربي تقوم باستخدام مرشد للقوة، تقصف أهدافها بدقة متناهية، توقع خسائر بجيش علي عبد الله صالح وبميليشيات الحوثي. رأينا اليوم دمروا نفق كان في القصر الرئاسي وتحت جبل النهدين، هذا النفق كان يستخدمه أو يخطط علي عبد الله صالح، لأنه يبدو أنه كان يتوقع هذه الأحداث أو يصنع هذه الأحداث. وجد له أنفاق تحت الأرض تمتد إلى عشرات الكيلومترات، فقوات التحالف استطاعت أنها تصل حتى للأنفاق. ومع ذلك نقول أن مبدأ قوات التحالف لا زال هو المحافظة على الهدف، وهو إعادة الشرعية، تطهير اليمن من هذه الجماعة الإنقلابية، استخدام الحد الأدنى من القوة بحيث أنها لا تستنزف. ومسألة أن الحوثي يراهن على استنزافها، أنا يعني أبشره بأنه سينتظر سنوات طويلة قبل أن تستنزف. طيب قوات التحالف، دكتور نايف، بحكم خبرتك العسكرية كيف يتم التنسيق بين قوات التحالف وقوات المقاومة الميدانية في اليمن؟ أولا هذا من الأمور التي تدعو للإعجاب، تشكيل هذا التحالف الضخم بالسرعة بهذه السرعة وإنشاء قيادة عمليات مشتركة، هذا ليس بالسهل. وأقول أن السيطرة فقط، لو رأينا القوات الجوية، القوات الجوية لقوات التحالف يعني تتكون من عدد كبير من الطائرات مختلفة الأنواع، السيطرة على هذه الطائرات وعقيدتها التدريبية والقتالية هذا لوحده يعتبر في التخطيط العسكري أمر غير معتاد. أما كيفية التنسيق مع قوات المقاومة والجيش اليمني الوطني، أساسا قوات التحالف هي التي بنت هذه القوات،
وهي التي دربتها. وهناك بالتأكيد بالتأكيد هناك ضباط اتصال، ضباط ارتباط مع هؤلاء القوات، يقومون بالاتصال بقادة القوات بمركز العمليات المشترك في الرياض أو مركز العمليات المتقدم في المنطقة الجنوبية، وبالتالي هناك تنسيق بالاتصال متواصل عن طريق ضباط ارتباط أو ضباط اتصال مع المقاومة، لأنه لا يمكن أن تكون العملية بهذه الدقة دون وجود ضباط ارتباط وضباط اتصال مع قادة المقاومة. ما هو مستقبل طيب المشاورات في ظل مماطلة الحوثي والانقلابيين للسعي إلى انتقال لمحادثات جنيف؟ حقيقة إذا أردنا أن نصل إلى محادثات جنيف يجب أن نستذكر قرار مجلس الأمن الذي صدر في القضية اليمنية في تحت البند الفصل السابع. هذا القرار يعطي الأمم المتحدة ومجلس الأمن السلطة العسكرية لفرض الحل السلمي في اليمن. من ضمن بنود هذا القرار هو أن تعترف الميليشيا بالرئيس اليمني وبالحكومة اليمنية بأن تسلم أسلحتها الثقيلة للجيش اليمني، بأن تخرج من المدن اليمنية. لماذا لم يطبق هذا القرار؟ القرار لا يطبق إلا بإرادة الدول العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، روسيا، فرنسا، بريطانيا، كراسي الدائمة في المجلس. نعم، أصدق القول أن هذه الدول ليس من أولوياتها أن يكون العالم واحد سلام، وخاصة في الوطن العربي. لماذا؟ لأن لها مصالح في وجود هذه الحروب. قبل أسابيع قرأت في أن مصانع السلاح الأمريكية وصلت إلى الطاقة القصوى الإنتاجية، لولا أحداث سوريا، لولا أحداث اليمن، لولا أحداث العراق، أحداث ليبيا، أحداث ما استطاعت هذه المصانع أنها تنتج، أنها تقوم بالوصول إلى الطاقة القصوى. روسيا كذلك ليس لها مصلحة في إيقاف الحرب، لأن أعطيك معلومة بسيطة فقط، كان هناك عدد من الطائرات الروسية خرجت من الخدمة من الجيش الروسي من سنوات طويلة، وكان مقرر أن هذه الطائرات تحول إلى خردة. تحويلها إلى خردة يستنزف أموال طائلة من الميزانية الروسية. عندما نشبت الحرب، داعش دخلت العراق، العراق طلب نوعية هذه الطائرات لأنها قديمة وطياريه كانوا يتدربون عليها، فاشتراها العراق بمليارات الدولارات. سوريا الآن تطلب نفس الطائرات هذه. فهذه الحروب في منطقتنا العربية والإسلامية هي كنز ومنجم ذهب للدول الكبرى، هي لا تحرص على إيقاف هذه الحروب، أنا أقولها بصراحة واستقراء للواقع وللتجارب السابقة. أمريكا الآن، أنا شاهدت بعض الصواريخ مع الجيش الحر، صواريخ التو التي يستخدمها الآن الجيش الحر، هذه الجيش الأمريكي نسخها من سنوات طويلة ووضعها في مستودعاته. الآن خروجها من المستودعات إلى أيدي الجيش الحر خرجت بأموال بدولارات، هو بدل ما يتلف هذه الصواريخ الآن أصبح يبيعها في المنطقة. المجلس الأمن لو أراد إيقاف الحرب في اليمن بموجب القرار أظن 22-66 22-16 هذا القرار يعطي مجلس الأمن صلاحية إيقافها بالقوة الجبرية، بالقوة المسلحة. لماذا لم يفعل هذا القرار؟ وأين يقف هو؟ القرار أين يقف؟ أين هو معطل فقط في مجلس الأمن؟ نعم، هو يعني لم يتم التصويت لا صوت عليه بالإجماع. بالإجماع نعم، المملكة العربية السعودية يعني استصدرت هذا القرار. من المسؤول طيب لتفعيله؟ الدول الخمس، الدول. لا، تفعيله لا يفعل إلا بإرادة الدول الخمس. الآن أمريكا ممكنة تفعله، روسيا بإمكانها تفعله، بريطانيا بإمكانها تستند لهذا القرار وتداخل، فرنسا كذلك، لكن لا يوجد إرادة عند الخمس الكبار بتفعيل هذا القرار. الكل مستفيد من استمرار هذه الحرب. ماذا عن يعني الجهد الإنساني برأيك؟ من يعني يعني هل ترى هناك توازن بين المسألة العسكرية والإنسانية؟ من الأمور التي تدعو إلى التفاؤل والإعجاب، ولا أقولها مدحا للقيادة السعودية، لأن الواقع هو الذي يجبر الإنسان، والإنسان الذي يتكلم بدون حقائق كلام يذهب في الهواء وغير مؤثر. يعني المخطط لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وضع في ذهني تصور كامل للمعركة العسكرية والمعركة والجهد الإنساني، الإغاثة الإنساني،
ومسألة ما بعد التحرير. المملكة العربية السعودية أقامت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووضعت عليه وزير يتولى التنسيق الأعمال الإغاثية وأعمال الإنسانية، وأقامت المملكة العربية السعودية قاعدة في جيبوتي لدعم هذا الجهد. فبالتالي الجهد كامل، جهد شامل. المخطط الذي وضع الأسس لشن عاصفة الحزم لم يترك شاردة ولا واردة إلا ووضع لها حلول، ووضع لها معالجات، ووضع لها أطر زمنية وأطر عملية. فبالتالي الجهد الإنساني في هذه الحملة الجوية البرية البحرية هو بالتأكيد يرقى لمستوى ما تقوم به دول عظمى وقليلة في على مستوى العالم. طيب أنا بعود معك للأطر الزمنية تحديدا، بس اسمح لنا أن ينضم معنا الآن باسم الشعبي من اليمن، ناشط في المقاومة الميدانية وتحديدا من عدن. مساء الخير باسم. باسم، احنا حديثنا في هذه الحلقة عن مماطلات الحوثيين الساعية لتعطيل الحل السياسي في اليمن، وتحدث الدكتور نايف خالد الوقع وهو رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكري عن هذا الموضوع. أيضا نريد رأيك في هذا الموضوع، المماطلات الانقلابيين نتائجها والحل. أعتقد أنه الانقلابيين يعتقدوا أنهم بهذا النوع من المماطلة في إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في اليمن بأنهم سوف يكسبون الوقت، ومن خلاله سوف يعملوا على التوسع في أكثر من مكان بعد يعتقدوا إنهاك المقاومة وإنهاك التحالف العربي، لا سيما وهم الآن يقومون بفتح معارك في مناطق ريفية في اليمن، لا سيما في وسط اليمن. الهدف من ذلك هو تشتيت المقاومة والجيش الوطني، وأيضا تشتيت التحالف العربي، ويعني استنزافهم في هذه المناطق الجبلية الوعرة جدا، لا سيما في مناطق البيضاء وأطراف محافظة الضالع وتعز وغيرها من المناطق الجبلية الوعرة في وسط اليمن. يعتقدوا بتوزيع ميدان المعركة لا يستطيع أن يستنزفوا التحالف العربي والمقاومة، وبالتالي ربما يساعدهم ذلك يعني بما يتلقونه من دعم وما يتلقونه أيضا من شحن طائفي في المناطق الشمال، يستطيعوا أنهم يكسبوا المعركة في المناطق التي سيطرون عليها، ومن ثم العودة إلى الجنوب، لأنهم حاولوا في الفترة السابقة العودة إلى الجنوب من خلال تموضعهم في مناطق محددة للجنوب، كانت مناطق شطرية ما بين الشمال والجنوب في كمنطقة كريش ومنطقة الوازعية في محافظة لاحق ومنطقة مكيراس في البيضاء أبيان التي لم تحرر إلى حد الآن. الحوثيون عندهم كما أعتقد نفس طويل جدا يعني، وكذلك الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، هم متدربون على حرب العصابات، متدربون على الحرب في مناطق جبلية وعرة جدا، كأنهم خاضوا 6 حروب مع الجيش اليمني في صعدة وفي عمران، وبالتالي هم يراهنوا على كسب الوقت وعلى تشتيت التحالف العربي والمقاومة. لكن أعتقد أنه الآن يعني عندما يعني ضيق الخناق عليهم في محافظة تعز، وعندما أعلن التحالف العربي والمقاومة الشعبية والجيش الوطني مسألة تحرير تعز باعتبارها مسألة محسومة وتم تضييق الخناق عليهم، قفزوا إلى عمان وطالبوا بإجراءات سريعة في تفعيل مسألة الحوار الوطني، وقدموا تنازلات كبيرة لإنجاح هذا الحوار. الحوثيون عندما يشعروا بأنهم محاصرون وبأنهم سوف يفقدوا مناطق استراتيجية هامة يذهبون إلى الحوار، وعندما يروا أنهم يتمددوا ويتوسعوا يعطلوا مكينة الحوار، وبالتالي هم يعني يلعبوا على مسألة الوقت ومسألة يعني يعتقدوا استنزاف التحالف. لكن أعتقد أنه هذا يعني التكتيك التي يتبعه الحوثيون رئيس المخلوع علي عبد الله صالح تكتيك باسم. خائب. طيب. وهم الآن محاصرون في محافظة تعز، وأعتقد أنه يعني خلال الأيام القادمة سوف نشهد انتصار كبير في محافظة تعز، لا سيما وأن المقاومة الشعبية والجيش الوطني حققوا تقدم كبير في هذه المحافظة. طيب سيد باسم، احنا الدكتور نايف الوقاع أيضا له خبرة عسكرية في هذا المجال، استبعد تماما العودة إلى الجنوب مرة أخرى،
وأعيد إليه السؤال أيضا حول هذا الموضوع تحديدا، هل يمكن التلاعب مرة أخرى من الانقلابيين للعودة إلى الجنوب مرة أخرى وإثارة الحرب مرة أخرى؟ وأيضا تتحدث عن هل يكفي طول النفس في الحروب العسكرية كما ذكر باسم، وأرى أنه يعني يشيد بذلك. الأخ باسم يعني ذكر معلومات محددة وأود أن أعلق عليها. الحرب جماعة الحوثي هي جماعات متمردة يعني تقوم بحرب عصابات، وحروب العصابات قد تتسلل مجموعة صغيرة من 10 20 30 كما يتسللون إلى قمة جبل في نجران ولا بعض المناطق القريبة من السعودية ثم يطلق قذيفة هاون ثم ينسحب. هذا ممكن يحدث، لكن أنا أتكلم عن تحقيق مكاسب كبيرة في المعركة، هذه انتهت. ذكر الأخ أنه الحوثي متدرب على القتال الجبلي، وأنا أقول أن المملكة العربية السعودية عدت لهذا الأمر عدته منذ سنوات طويلة. نحن لدينا قوات متخصصة في القتال الجبلي، كانت تجري مناورات في جبال الألب مع فرنسا سنويا، تجري مناورات مع باكستان سنويا تحت في قمم الجبال وفي ظروف من 10 درجات تحت الصفر في فرنسا إلى ما يصل إلى 50 درجة في باكستان أو في جبال جنوب المملكة. هذه الأمور كلها القوات السعودية وقوات التحالف لديها المقدرة ولديها الخبرة القتالية في هذا. كذلك القوات الإماراتية لها تجربة في جبال أفغانستان، الإماراتيين شاركوا مشاركة فعالة، أشقائنا في الإمارات كان لهم مشاركة فعالة في 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 جبال أفغانستان، وهذه الخبرات المتراكمة هي التي بإذن الله ستحسم هذه المعركة. طيب دكتور نايف، أتمنى أن أذكر بس لأنه دائما أنا يعني في لقاءاتنا سواء الناشطين في مع المقاومة على الأرض الميدان في اليمن أو من بعض للأسف السياسيين يشيدون بقوة الانقلابيين أن لهم خبرة في الحرب الجبلية وأن نفسهم طويل وأن من هذه الأساطير القديمة. أولا لا يمكن نحن يعني لا ننكر أن الحوثي ظلل يعني جزء كبير من الشعب اليمني في البدايات وأعطى وعود ويعني فيها وهم، لكن إجابة لسؤالك أرجع وأؤكد إعجابي بالمخطط العسكري الذي قام بعملية عاصفة الحزم. لماذا؟ لأن أول إجراء قام به فرض الحصار البحري والسيطرة الجوية. لماذا؟ حتى يقطع خطوط الإمداد عن الحوثي من إيران ومن غير إيران، وبالتالي الحوثي الآن يستنزف من مخزونه، هو لا يملك تصنيع، ليس له خطوط مع دول مجاورة متعاطفة معه، الذي يمد بالسلاح إيران، وإيران لا تستطيع أن توصل له زورق الآن. فبالتالي قوة الحوثي، نحن نعرف البنية الشعب اليمني، شعب كل جميعه يعني شعب متعود على المناطق الجبلية وهذه طبيعة أرضه، لكن هذا لا يجعل الحوثي متميز عن الشعب اليمني الآخر. من يقف بوجه الحوثي الآن؟ الشعب اليمني، المقاومة اليمنية، هم أبناء تلك الجبال. وما تقوم به قوات التحالف، قوات التحالف لم ترسل قوات برية تقليدية، لم ترسل مشاة تقليدية لليمن. الذي يوجد في اليمن الآن هي قوات نخبة، قوات مظليين، قوات خاصة، قوات جبلية. العمود الفقري الآن للمعركة في اليمن ما يقوم به هو الشعب اليمني، وبالتالي هم أهل هذه الجبال، الحوثي لا يتميز عنه، بل ربما يكون في منطقة صعدة في 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 مناطق أخرى من اليمن أشد وعورة، ورجال اليمن في جميع محافظات اليمن هم إذا أشد صلابة من الحوثي الذي باع اليمن وباع عقيدته قبل أن يبيع وطنه إلى 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 إيران. فبالتالي الذي يقود المعركة الآن هو الشعب اليمني، هو ابن هذه الأرض، ابن تلك الجبال. طيب أنا بعود لنفس الحديث بس تسمح لنا بمداخلة مع الأستاذ غايب حواس المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ غايب. مساء الأنوار عزيزي. القصف العشوائي للميدانيين الآن مستمر أو هي خطوة جديدة يقوم بها الحوثي والانقلابيين للمدنيين، ما رأيك أو تحليلك لهذه الحالة؟ يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم، القصف الأبرياء
هي عملية ممنهجة بدأها الحوثي منذ أن انطلق من جبال صعبة، ولكنها تطورت مع حيازته للسلاح. من قبل الخطة كانت هي تستند إلى استراتيجية إرهاب المجتمع، ترهيب المجتمع، وكان يعتمدها من خلال من قبل من خلال اغتيالات الانتقائية. ولما أعطاه المرتد صالح الأسلحة الثقيلة وغوصات الصواريخ الكاتيوشا أصبح يستخدمها لنفس الغرض، ولكن في دائرة أوسع وبتأثير ومدى أعمق وأوسع في أوساط المدنيين. هي أساسا تعبير عن حقده على المجتمع، حقده على شعبنا، وهو في الواقع حقد ليس وليد اليوم، هو حقد حمله الأئمة معهم منذ أن دخلوا إلى اليمن، حتى أن أئمتهم كانوا يقتلون بمئات الآلاف، ولكن لم تكن قد توفرت الأسلحة الثقيلة. لو كانت توفرت لقتل الملايين، قتل اليمنيين وقتل العرب هي استراتيجية لهذه السلالة التي تعتبر جسرا أو رأس جسر متقدم للحقد الشعوبي الفارسي. طيب، هل هناك لك تعليق حول المماطلات التي يقوم بها الانقلابيون لتعطيل الحل السياسي في اليمن؟ هناك شبكة من التواصلات، تقصد المماطلات والتواصلات مع أطراف لخداعها ومماطلات. يا أخي الكريم، منذ أول ما بدأوا وهم يعتمدون على ذات النوع من الكذب، الحوثيون هم والإمامة بشكل عام من قبل، والحوثيون كجناح عسكري لها، هم في الواقع عبارة عن كذبة مسلحة، أكذوبة مسلحة حاقدة. يجب علينا أن نحن نتحدث عن حل سياسي أو عن مماطلات، أولا أن نرضى نحن منهم بأن يكونوا على دائرة مستديرة مع رئاسة شرعية، لأننا إذا قبلنا بأن تنزل الدولة بشرعيتها وبتمثيلها لشعبنا الأغلب الأعم إلى أن يكون مجرد طرف مع عصابة، فهذا لا نرضاه نحن، حتى فرضا لو رضوه، مع أنهم لا يرضون وإنما يماطلون ويديرون شبكة واسعة من التواصلات من تحت السطح مع أطراف داخلية وخارجية لخداعها. لذلك يجب علينا جميعا أن نكون متنبهين لهذا الشيء. أستاذ غائب، يعني هناك عدم جدية من الميليشيا الانقلابية، أكدها الجميع في أكثر من يعني موقف. برأيك يعني ما الحل؟ أنا برأيي وهو رأي اليمنيين أن تكون هناك دولة، وأن يتم دعم إعادة الدولة ذات الهيبة والسيطرة والسيادة على كامل تراب الأرض، وأن يتحول كل المواطنين إلى كل الميليشيات تتحول الميليشيات إلى مواطنين، ويحاسب من قد ثبت عليه جرائم القتل والإبادة بحق اليمنيين، وإلا لن يكون هناك حل. إذا وضعت حلول تبقي على مجموعة الحوثي وجماعة الحوثي الإرهابية، فسوف تتحول فقط اليمن إلى ساحة مثل العراق وسوريا، إذا لم يتم دعم الدولة وإعادتها. يجب على الدولة نفسها وعلى الشرعية نفسها ألا ترضى بأن تكون أقل من دولة. ما رأيك بالشرعية لحد الآن؟ نحن إخوة ونحن الشرعية، سواء في منظومة التحالف العربي أو منظومتنا كيمنيين في إطار الشرعية. هي تقوم بشيء من إعادة قيامها، لكن علينا جميعا وعلى الرئيس وعلى الشرعية أن تتبنى خططا أوسع وأعمق، وأن تتواصل مع شعبها ومع مواطنيها، وأن تعرف أن اليمنيين ينتظرونها. لا يزال ما ينتظر الشرعية أكثر مما قد قدمته. باختصار شديد يعني. الأستاذ غايب حواس، حواس المحلل السياسي، شكرا لك. شكرا. اسمح لي أيضا أن أتوجه إلى باسم الشعبي. العزيز باسم، سمعت تعليقات الضيوف الدكتور نايف وأيضا المداخلة من غايب حواس، إذا لك تعليق. يا عزيزي، أنا عندما تحدثت عن موضوع مماطلة جماعة الحوثي وما تبنيه جماعة الحوثي على هذه المماطلة، طبعا هو عبارة عن مجموعة من الأوهام اللي سقطت فعلا
في ارض المعركه، واصبحت جماعه الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منكشفه تماما في ميدان المعركه عسكريا وسياسيا، واصبحت الان تواجه ضغط غير عادي على الارض، سواء كان ضغط عسكري او كان ضغط شعبي من قبل القوى الشعبيه يعني في اليمن، سواء كانت في الشمال او كانت في الجنوب، للتخلص من هذه الجماعه تماما ومن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. جماعه الحوثي كما تحدثت تحاول ان تلعب على بعض الاوراق، لكنها في الحقيقه اصبحت مكشوفه تماما. المعركه اصبحت الان قاب قوسين او ادنى من تحقيق التحالف العربي والمقاومه الشعبيه للنصر، مؤزر في مدينه تعز. اذا ما تمكن التحالف العربي خلال اليومين القادمين من حسم المعركه في مدينه تعز، باسقاط مدينه الراهده وتوجه صوب مدينه تعز ومحاصره مدينه تعز واسقاطها، لن يتبقى شيء امام التوجه الى العاصمه اليمنيه صنعاء. ستنطلق معركه اخرى في صرواح بمحافظه مارب، وتنطلق معركه اخرى داخل العاصمه اليمنيه صنعاء وداخل ومحيط العاصمه اليمنيه صنعاء في منطقه بري ظبيان ومنطقه خولان. هناك تحضيرات كبيره جدا لانطلاق مقاومه شعبيه في محافظه صنعاء بقياده قائد المقاومه امين العكيمي. هناك تحركات كبيره جدا. هناك الان توجه الانظار صوب مدينه تعز. اليوم هناك دعوه في مدينه تعز لانتفاضه شعبيه في مدينه تعز لابناء تعز بالتحرك مع المقاومه الشعبيه والتحالف العربي والجيش الوطني لقتال جماعه الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هناك مطالب للتحالف العربي بدعم هذه الانتفاضه الشعبيه بالسلاح والمال وتشكيل غطاء قوي مهم جدا على ارض المعركه. ايضا هناك دعوه للمقاومه الشعبيه في الجنوب بالتحرك لاسناد المقاومه في تعز، وهناك ايضا دعوه للمقاومه الشعبيه في مناطق الشمال في ايب في دمار في البيضاء بالتحرك صوب مدينه تعز لحسم معركه تعز. لو سقطت مدينه تعز وحققت المقاومه في انصار، فان سقوط العاصمه اليمنيه صنعاء سيكون يعني سهل جدا وباقل خسائر. طيب دكتور نايف لك تعليق؟ نعم، انا اقول انه دائما المخطط العسكري لا يستعجل تحقيق الاهداف، لابد ان يوفر الارضيه السليمه. بمعنى لو ضغطنا على القادة العسكريين وقلنا حرروا تعز غدا وحرروا صنعاء بعد غد، هنا سيكون القادة أمام الزج بأعداد كبيرة من القوات يعرضون أرواح المدنيين للخطر. ربما يستطيع الحوثي وعلي عبد الله صالح سحب قواتهم بسهولة والاحتفاظ بالجهد أو بالتشكيلات الكبيرة من قواتهم سليمة. الذي أراه أنا أنه يعطى القادة العسكريين في الميدان وفي مراكز العمليات الفرصة والوقت الكافي لتقطيع أوصال قوات علي عبد الله صالح والحوثي وتدميرها تدميرا ممنهجا ومتكاملا، وبالتالي عندما تدمر هذه القوات من خلال الرصد الجوي والقوات الجوية أو القوات البرية، فإن تحرير المدن سيأتي تلقائيا. أنا لا أريد تحرير مدن ثم يبقى علي عبد الله صالح محتفظ بالجيش الضخم ويبقى الحوثي محتفظا بميليشياته. أولويتي الآن إعادة الشرعية، والرئيس عاد ورئيس الوزراء عاد ورئيس الوزراء عاد والحكومة عادت، بدأ تكوين جيش يمني، بدأ تكوين مقاومة. أولويتي الآن هي التدمير الكامل لبقايا قوات علي عبد الله صالح ولميليشيات الحوثي، لأنه الاستعجال في تحرير صنعاء نعم وتحرير تعز قد يكون ضغط على القادة العسكريين في الميدان، وربما يعني تقع خسائر في صفوف المدنيين كبيرة، وهذا ما لا تضع قيادة التحالف أبدا في أجندتها. نحن الوقت معنا، الحوثي هو الذي يستنزف، علي عبد الله صالح هو الذي يستنزف، كل دقيقة تمر تضيق خياراتهم. هم الآن يخسرون، وعن القريب العاجل سيخسرون كل شيء بإذن الله. طيب السيد باسم الشعبي، كيف تنظر إلى الموقف الدولي من القرار 22-16 ومدى الجدية لتطبيقه؟ هل هناك حديث حول هذا الموضوع أم أن الميدان هو الحكم الآن؟ والله
في الحقيقة يعني خلال متابعتنا ل يعني التحركات الدولية في اتجاه ما يحدث في اليمن واتجاه القرار الدولي، في الحقيقة موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن كان سلبيا للغاية، لم يضغطوا باتجاه تنفيذ القرار الدولي، وبالتالي دفعوا باتجاه طاولة الحوار، وطاولة الحوار يعني مفتوحة يعني، وبالتالي أعتقد أنه الحل العسكري الآن هو الحل الأنسب في التعامل مع جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لأنه فعلا هناك رغبة شعبية لدى الشعب اليمني بالتخلص من هذه الجماعة، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي فعلا قام ضد ثورة شعبية في 2011 وحاول يعني الالتفاف على هذه الثورة والعودة مرة أخرى للمشهد السياسي، ومن ثم تفجير الوضع عسكريا للانتقام من خصومه السياسيين في الشمال وفي الجنوب، وبالتالي دفع البلد إلى الحرب وقيادة حرب ضد الشعب اليمني بشكل عام. أعتقد أنه يعني الخيار العسكري أنا في تقديري يعني كمقاوم وكباحث وكصحفي ومراقب للوضع السياسي والعسكري في اليمن، أعتقد أنه المسألة الحسم العسكري هو الحال، لكن كما تحدث ضيفه قال أنه التحالف العربي ليس مستعجلا في هذه المسألة، والوقت ما يزال أمام التحالف العربي والمقاومة الشعبية، بالتالي فعلا هناك الآن تشكل على الأرض مقاومات جديدة في أكثر من منطقة يمنية، هناك الآن توافد للقبائل اليمنية والمقاتلين من أكثر من مكان، هناك الآن تفكيك لجبهة الرئيس المخلوع علي عبد الله وجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، تتم بطرق سياسية وعسكرية ممتازة، هناك فعلا جماعة الحوثي تخسر والرئيس المخلوع علي عبد الله تضيق بهم الخيارات في العاصمة اليمنية صنعاء وفي مناطق مختلفة. أعتقد أنه مسألة الحسم العسكري هو الخيار الأنسب، لأنه جماعة الحوثي جماعة عصبوية، جماعة لا تعترف إلا بالسلاح، هي أصلا هي ليست مشروع سياسي ولا مشروع سياسي سلمي، ولا هي حزب سياسي، وبالتالي عبارة عن جماعة مسلحة لا تعترف إلا بالسلاح ولا تعترف إلا بالعنف، فكرتها أصلا قائمة على العنف، وبالتالي هذه الحركة حتى لو يعني تم يعني إدماجها في العمل السياسي وتحويلها إلى حزب سياسي، أعتقد أنها لن تتخلى عن السلاح، ستبقى محتفظة بالسلاح الذي نهبته من مخازن الدولة، نهبت دبابات، نهبت أسلحة ثقيلة وهربتها إلى صعدة. أعتقد أنه الحل العسكري يعني هو الأنسب، هذا ليس رأيي أنا كمراقب ومحلل سياسي، ولكن هذا رأي الأغلبية من المتابعين والمقاومين على الأرض وفي الميدان في مختلف مناطق اليمن. طيب سيد باسم، اسمحوا لنا أيضا ينضم معنا الأستاذ توفيق السامعي محلل عسكري. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور، حياكم الله. عزيزي، هل يمكن أن يعني تحلل لنا آخر تحركات المقاومة الشعبية؟ نعم، في محافظة تعز اليوم هناك تقدم سريع للمقاومة الشعبية، سيطرت على بعض التباب والهضارات المطلة على بعض الجبهات في محافظة تعز، سواء كانت في منطقة الشريقة الراهدة وكذلك في منطقة البعرارة، وهناك قيادة حملة تطهيرية من قبل المقاومة أطلقتها اليوم لتطهير منطقة دير باشا وفك الحصار عن محافظة تعز من الجهة الغربية، وتقدم في أكثر من مكان حقيقة. اليوم الأمور مبشرة بخير على أرض الميدان، هناك تقدم في أكثر من جبهة، ولذلك نحن متفائلون أن تشهد الأيام القادمة حركة متسارعة لهذه الجبهة والتقدم على أكثر من مكان بمساندة قوات التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. طيب، أيضا أعود للمماطلات السياسية التي يقوم بها الانقلابيون والحوثيون لتعطيل الحل السياسي، تعليقك على هذا الموضوع؟ حقيقة هذه مجموعة أيديولوجية، أي جماعة أيديولوجية لا تفهم إلا لغة السلاح، هي تماطل دائما في الحوارات السياسية، وهي لا تريد أن تصل إلى حل سياسي مع اليمن، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. حقيقة هذا الوصف يتم عليه ينطبق عليهم كل الانطباق، لأنهم ما وفوا بعهد ولا اتفاقية سلام من بداية نشوئهم، بل حتى تاريخهم العميق وأئمتهم السابقون، لأنهم ماضون في نفس هذا المشروع، وهم لا يلتزمون لا بعهد ولا ميثاق، ولا يفون بيوم من الأيام بأية اتفاقية يبرمونها، حتى آخر اتفاقية كانت عندهم اتفاقية السلم والشراكة التي فرضوها بأجندتهم في صنعاء في الوقت الذي كانوا يوقعون على تلك المبادرة وتلك الاتفاقية، كانت قواتهم تزحف نحو العاصمة صنعاء وتسيطر عليها، ثم تتجه جنوبا إلى بقية المحافظات، إلى محافظة إب وتعز والبيضاء
ثم إلى الجنوب بشكل عام. هؤلاء لا يرجى منهم نفعا ولا يمكن أن يتفقوا في يوم من الأيام، لا يمكن في يوم من الأيام أن يفوا بأي اتفاقية مهما كانت. نحن خبرناهم تماما في هذه الموضوعات، أكثر من 35 اتفاقية أبرموها منذ نشأتهم سواء في الحروب السابقة في صعدة، وحتى اليوم لم يلتزموا ولم ينفذوا اتفاقية واحدة. نعم. وبالتالي أي اتفاقية معهم لا تجدي نفعا ولا يكون معهم إلا الحل العسكري. طيب المحلل العسكري الأستاذ توفيق السامعي، شكرا للمشاركة، حياكم الله. أعود لك دكتور نايف، إذا لك تعليق حول هذه التعليقات. هناك رؤية لما يحدث في هذه في المنطقة. كل هذه التداعيات هي نتيجة لقراءة للسياسة الأمريكية في المنطقة. المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي استنتجت هذه السياسة من خلال قراءة واعية وراقية لها. أكثر الناس في المنطقة يحلل الأمور بالعاطفة دون العقل. الرئيس الأمريكي الحالي أوباما كان صادقا مع المنطقة من أول يوم قبل أن يستلم الرئاسة. كان برنامج الانتخاب يقوم على الانسحاب من المنطقة، عدم الدخول في صراعات المنطقة، وترك إدارة الصراعات لأهل المنطقة. وبالتالي قدم برنامجا للشعب الأمريكي وفاز به مرتين. إذن الشعب الأمريكي يؤيد هذا الاتجاه. روسيا قرأت هذا التوجه في السياسة الأمريكية وبدأت تملأ الفراغ. المملكة العربية السعودية قرأت هذا التوجه وقامت بالمبادرة بدعم الشرعية في اليمن وبمجابهة الحوثي. الأوضاع الآن يعني مماطلات الحوثي قد تكون قراءة مراهنة على الوقت أنه يضمن أنه مجلس الأمن لن يتدخل، لكن نقول أن من تدخل بإذن الله وهو الملك سلمان حفظه الله قائد معركة عاصمة الحزم. نعم، التحالف بدأ نعم وستنهي. سيحسمون هذه المعركة دون مساعدة من أحد. طيب باسم الشعبي، أحتاج إلى إجابة مختصرة في موضوع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. وجه اللجنة العسكرية باستيعاب المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وضرورة سرعة الإعلان عن مراكز استقبال وتحديد ضوابط وشروط متبعة لالتحاق الشباب المقاوم بتلك المراكز ليتلقوا التدريب والتأهيل المناسب واستيعابهم. هل حدث شيء من ذلك على أرض الواقع؟ إلى الآن هي مجرد دعوة من الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه الدعوة سبقها قرار في أغسطس الماضي صدر من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي بضم المقاومة الشعبية للجيش الوطني. إلى الآن لم نرى شيئا، رغم أن بعض العسكريين يتحدثون عن أنه تم استيعاب جزء معقول من المقاومة الشعبية، ما يقارب 3600 عنصر من المقاومة الشعبية في إحدى المعسكرات في مدينة عدن، ويتم تدريبهم الآن وتأهيلهم ودمجهم في الجيش. لكن لم يتم الحديث عن أسس الجيش، ما هو هذا الجيش، ما كيف سيتم عملية الدمج، كيف سيتم تشكيل الجيش الوطني. لا توجد أي تفاصيل حول هذا الموضوع. هناك حديث حول دمج المقاومة في الجيش، لكن لا توجد أي تفاصيل. هذا الموضوع فعلا الآن هو مثار سؤال كأسئلة كبيرة جدا في الشارع، في سواء كان في الجنوب أو كان في عدن أو كان على مستوى اليمن. مسألة لأنه الجيش يعني هي أساسا مهم جدا بالنسبة لليمنيين أن يكون هناك جيش وطني حقيقي، لأنه اليمنيون تجرعوا كأس العلقم بسبب الجيش الذي الطائفي الذي أنضم إلى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحارب اليمنيين. وبالتالي هم الآن يعني يريدوا جيش وطني حقيقي، يريدوا أن يعرفوا ما هي الأسس التي ستبنى على أساسها هذا الجيش الوطني. هناك في الحقيقة قرار عبد الرب منصور هادي وجه قبل حوالي أسبوع بفتح مراكز استقبال الطالبية الانضمام من الجيش الوطني من أبناء المقاومة الشعبية، لكن الآن لم نرى هذه المراكز ولم نرى أي تحرك في هذا الاتجاه. طيب من المسؤول برأيك لتفعيل هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه كان على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يصدر قراراً بتشكيل يعني فريق خاص
عسكري خاص من المستشارين ومن الخبراء العسكريين لدراسة فكرة ضم المقاومة إلى الجيش الوطني، وعلى أي أساس سيتم ضم المقاومة إلى الجيش الوطني، وتقديم مقترحات فيما يتعلق بهذا الجانب، وأيضا تشكيل فريق خبراء يعني وعسكريين ذات خبرة لهم علاقة بمسألة الدمج، كيف ستتم عملية الدمج وأين ستتم عملية الدمج، ما هي المعسكرات التي ستخصص لعملية الدم. كان افترض انه توقيع الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي يعقبه قرار بتشكيل هذا الفريق المعني والمختص بعمليه الدمج واستقبال طلبات الانضمام من المقاومه، لكن لم نرى لم يعقب هذا التوقيع اي قرار من هذا النوع، وبالتالي المساله اصبحت يعني مفتوحه هكذا، لا ندري متى سيتم ضم المقاومه الى الجيش، ولا ندري اين هي المراكز التي سيتم استقبال طالبي الانضمام الى الجيش فيها. المسألة مفتوحة، وأتمنى على الرئاسة اليمنية أن تحسم هذا الموضوع بشكل جدي وبشكل سريع جدا، لأنه طيب. وضع المقاومة الشعبية الآن في عدن وفي بالذات وضع يعني غير جيد، ضمها إلى الجيش الوطني سوف يجنبها كثير من المخاطر وعملية التفكك. أنا بطول عليك يا دكتور نايف، بس سؤال أخير يمكن للأستاذ باسم الشعبي لأن الوقت بدأ يداهمنا، ما هو دور الشباب الآن، الشباب اليمني الآن في اليمن، إذا منظمة هيومن رايتس أن الانقلابيين الحوثيين استخدموا ألغام محظورة تسببت في مقتل العديد من المدنيين في اليمن، دور الشباب لتفعيل هذا التقرير ووضعه ضمن جرائم الحرب للانقلابيين؟ هناك تفاعل كبير جدا من قبل منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن ومدن اليمن المختلفة، لا سيما في تعز، بحكم تعز وعدن هي منطقة محافظتان مدينتان مدنيتان، هناك نشاط مدني غير عادي يقوده الشباب المقاومة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في توثيق هذه الانتهاكات وإعداد أفلام وثائقية عن هذه الانتهاكات، وأيضا إعداد تقارير يعني حقوقية في هذا الجانب، هناك شغل مكثف في هذا الجانب، وهناك تواصل مع المنظمات الدولية لشرح هذه الانتهاكات إليها، أيضا هذا التقرير الذي صدر ينبغي العمل عليه بشكل جيد جدا، وفعلا لأنه فعلا هناك انتهاكات كبيرة جدا من قبل الحوثيين، نتصور أنه تم وضع يعني ألغام في المنازل في البيوت، عندما عاد النازحون إلى منازلهم في مدينة عدن انفجرت بهم هذه الألغام في شققهم السكنية، وسقط ضحايا من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ في المنازل، إلى هذا الحد وصل الإجرام بجماعة الحوثي أنها تستهدف المواطنين النازحين الذين هربوا من جراء الحرب مرة أخرى في منازلهم، وبالتالي تسبب في كارثة كبيرة جدا. الألغام منتشرة في أكثر من مكان، ما يعوق الآن تقدم المقاومة الشعبية في منطقة الشريقة باتجاه مدينة الراهدة، الألغام المزروعة في الطريق الواصل ما بين الشريقة ومنطقة الراهدة، هناك ألغام مزروعة في الجهة الغربية والجهة الشمالية والجهة الشرقية لمدينة عدن، يقوم الآن فريق متخصص من الألغام بالتعاون مع المقاومة الشعبية وفريق من الحكومة اليمنية بنزع هذه الألغام، إلى حد الآن تم نزع ما يقارب 5000 لغم من هذه المناطق، والبعض منها انفجرت وسقط أثرى ضحايا من المدنيين في الحقيقة. ينبغي أن تفعل هذه النقطة بشكل، وهذه دعوة لكل الشباب اليمني ولكل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وفي منظمات المجتمع المدني بأن يتم عرض هذه الانتهاكات وزرع الألغام والجرائم الحوثية على الرأي العام العربي والدولي، وبالتالي التعامل بشكل جدي مع تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن انتهاكات الحوثيين وتعريف الشعب اليمني عنها، طيب لكي يعرف الناس يعني واضح مدى خطورة هذه الجماعة على السلم الأهلي والاجتماعي في اليمن. تفضل دكتور نايف تعليقك على الموضوع، وذكر طبعا ألغام وصلت إلى المنازل، وأيضا ذكر بالبداية 3600 متقدم تقدموا للدخول في المقاومة الشعبية. أعتقد أن القضية هو تساءل عن هوية الجيش اليمني أو من المسؤول، هوية الجيش اليمني والدولة اليمنية ستكون نتيجة نقاشات وطنية بعد التحرير بإذن الله. استيعاب المقاومة، الآن المقاومة هي جزء من الجهد الحربي في اليمن، كون 3600 انضموا إلى الجيش هذا يعني أنهم أصبحوا جنود وليسوا مقاومين، وإنما المقاومة والجيش اليمني كلاهما في خندق واحد. مسألة انتهاكات حقوق الإنسان، الحوثي لا يحتاج لجان تحقيق لإثبات أنه منتهك لحقوق الإنسان،
من أول يوم وهو ينتهك حقوق الإنسان والشرعية الدولية والشرعية الإقليمية والشرعية اليمنية إلى آخر ساعة. نعم. إلى لك إضافة؟ تختم؟ إيه؟ نعم، أقول أن أنا مطمئن شخصيا، قيادتنا حكيمة، أهدافنا عادلة ونبيلة، وسائلنا مشروعة، ولذلك سننتصر بإذن الله وعونه وتوفيقه. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي كانت عن مماطلات الإنقلابيين الساعية لتعطيل الحل السياسي. كان معنا الأستاذ الدكتور نايف خالد الوقاع، رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية، وكان معنا من اليمن بسام الشعبي الناشط في المقاومة الميدانية. شكرا لكم ومتابعة طيبة مع بقية برامجنا.